أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد أحبتي في الله لما كنت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد مرور يعني تقريبا ثلث الشهر الكريم، للإنسان أن يتساءل أو يقلق أو يتوجس خيفة، هل أنا فعلا استوعبت أنني في أيام مختلفة في شهر مختلف وفي طاعة مختلفة وفي عبادة مختلفة، أما أن الأمر أخذ مسألة الروتين، أنا عندي سحور وعندي صيام ثم عندي إفطار ثم عندي تراويح، وأصبحت المسألة كأنما هي يعني مسألة أوتوماتيكية تعبدية كطبيعة الحال طوال العام. هل هناك فرق بين رمضان وبين بقية الشهور؟ هل استشعرت أن هذا الشهر الكريم أو هذه العبادة أو هذه الشعيرة لها معلم خاص؟ فمثال، لما تمر يعني مر الأسبوع الأول أو ثلث رمضان ولا أستشعر عند قراءة القرآن حلاوة أخرى غير التي كنت أشعر بها قبل رمضان، هناك خلل. لما أستشعر أننا في الصلاة في رمضان في هذه الأيام يعني لا تختلف كثيرا عن الشهور السابقة والأيام السابقة، هناك خلل. لما سبحان الله أيام تمر وعصبياتي ما زالت على أولادي على زوجتي على جيراني على زملائي، وإذا هناك في خلل، فلا بد من إعادة الحسابات حتى أتأقن أن هذه الأيام نفحات خاصة دخلت إلى قلبي فاستشعرت حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان له حلاوة، يعني الإنسان يتذوقها. كيف يتذوقها؟ حالة قلبية، حالة نفسية. لكن أننا مهموم يا ترى بعد رمضان أعمل إيه؟ عم من يضمن لي ولك أن احنا نعيش بعد رمضان؟ فخليك أنت مركز، عندك تركيز، ماذا صنعت أيام رمضان الأولى بك في قلبك، في تعاملك مع القرآن، تعاملك مع الناس، تعاملك مع الصلاة، هكذا. وإن ده ابحث لك عن قلب جديد، عن استيعاب جديد، عن فهم جديد. بهذا المنطق أقول لك تكون قد نجحت في وضع نفسك تحت محك الاختبار أو الميزان، فتخرج بنتيجة أن تتحسن وتصير أفضل بإذن الله رب العالمين. هذا والله أعلم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.